كشف القائد الميداني في ميليشيات السراج الطاهر بن غربية عن أن اجتماعاتهم المكثفة المتعلقة بإنشاء جهاز الحرس الوطني وضعت اللبنة الأولى للجهاز. بن غربية الذي استضافته قناة التناصح المنبوذة شعبيا والداعمة للجماعات الإرهابية قال إن لجنة القبول المشكلة ستكمل برنامجها لتبدأ في استيعاب ما أسماهم الثوار والمقاتلين في إشارة إلى المنضمين إلى ميليشيات بركان الغضب، مضيفا أن جهاز الحرس الوطني لن يضم أي شخص سبق انتماؤه للنظام السابق أو الجيش الوطني أو لا يؤمن بثورة فبراير. ولفت إلى أنهم اتخذوا قرار بدء العمل كاشفا أن المجلس الرئاسي لم يطرق أبوابهم أو تواصل معهم لمتابعة خطوات التجهيز، واستجدى بن غربية دعم الرئاسي لهم في إشارة واضحة إلى أن الحرس الوطني الذي يستقطب العناصر الإجرامية والميليشيات يؤسس كاملا على أيديهم بعيدا عن علم السراج وغياب مجلس رئاسيه. تشكيل جديد لجهاز حرس وطني روجت له حكومة السراج الغائبة عن اجتماعات تأسيسه ودفعت به تركيا ليكون في الواجهة. يرى مراقبون أن ذلك يأتي من أجل ضمان أنقرة صفقة تكوين وتدريب وتسليح هذا الجهاز الذي يقدر بمليارات الدولارات. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.